الأوكرانية، عدد كبير جدا من الطلاب يتواجدون الآن في الحدود الرومانية. عالقا في الحدود كاين واحد مجموعة من الطلبة والطالبات مازالين داخل أوكرانيا. الآن خص يكون واحد التحرك ليحاولوا يرجعنا وليداتنا على خير وبخير. هذه كخطوة أولى. الخطوة الثانية غنشوفوا ما مصير هاد الأبناء، ما مصيرهم. كنتمنوا أن هاد الحرب توقف لأن ما في صالح حتى شي واحد، ولكن حنا أمام أمر واقع الآن. كيف يمكن أن نتعامل مع مستقبل وليداتنا اللي كانوا كيمشاو تما من أجل التحصيل الدراسي ويحصلوا على من أجل المستقبل ديالهم، وإذا به الآن حنا كنعانيو. إضافة أن ما كاينش غير المشاكل، مشاكل عديدة وكثيرة. لهذا السبب تخلقت واحد المجموعة اللي الآن كتفكر لخلق واحد الإطار قانوني لنحاولوا نتواصلوا مع المسؤولين باش يحاولوا نتساعدوا مع بعضياتنا، نتعاونوا باش نحلوا واحد المجموعه من المشاكل لا داخل اوكرانيا ولا من بعد الحصول على الدبلوم. هذا هو الاساسي الان، لناش نبقاو كنتفرجوا في وليداتنا هكذا. الان راه كتعرفوا الحاله النفسيه ديال واحد المجموعه من الاباء والامهات، يعني لا ما يمكن يسمع واحد الوضعيه كيعيشوها صعيبه بزاف، ما يمكن يحس بها الا اللي مر من هذه المرحله هذه. أنا هادو أبناء ما مولفينش بالحرب، ما مولفينش بهذا، كيشوفوا الآن واحد الوضع اللي هو صعيب جدا. إذا الآن خص الدولة تحمل مسؤولية، راه هادشي ماشي اللعب، ماشي الضحك هذا. راه هادو أبناء هاد الوضع هذا. هادو الآن غدا راه غادي يجيو الآن غادي يتحملوا مسؤولية من داخل الدولة. خص الدولة تحول من المسؤولية بكل صراحة. لا يعقل بأن حنايا ضحينا في الوقت اللي حنايا المفروض أن الدولة هي اللي تكون حاضنة ديالنا وتوفر أماكن ديال الدراسة بنائنا، حنا ضحينا باش نوفروا لأولادنا امكانيه ديال متابعه الدراسه ديالهم وبكلفه اللي هي ماليه تضحيات فيها ماليه كبيره، ومع ذلك لم نجد هناك اداه صاغيه اللي كتلتفت لهذه الفئه. وهذه في الوقت اللي دابا الان فرض ان الدوله صدخل وتنظم هذه العمليه هذه وتحمل فيها كامل المسؤوليه. نعم، كلفة المالية لدراسة الطالب أي أنه سنويا كل أسرة مفروض أنها توفر نولدة واحد 150,000 ديال الدرهم، 150,000 ديال الدرهم ضربها في 7 سنين، وإذا بغيتي التخصص زيد 5 سنين أخرى وشوف شحال. هذه كلها تضحيات، و في المقابل دولة لا ما كنعمل حتى شي مبادرة تجاه هذه الفئات، أو لا تسلط لهم أو لا تسمع لهم المعاناة ديالهم أو للمشاكل ديالهم اللي مطروحة. لا أنا الناس اللي تيقول لك علاش ما خرجوش فاش المغرب دار لهم طائرات وهذا، ما يمكنش واحد عنده 5 سنين و6 سنين ضارب 5 سنين و6 سنين يخلي مستقبله ويجي، فاش كيمشيو لافاك كيقولوا لهم عطيونا باش نمشيو، كيقولوا لهم لا مالكم شنو شفتوا الدبابات في الشارع ما يمكنش تمشيو. من كيهضروا مع السفارة كيقولوا لهم هضروا معاهم باش يخليونا نخرجوا، فاش كيمشيو ما كيلقاو حتى شي رد. فسمعوا مساكن ضربوا القنابل فوق من راسهم، ديك الساعه عاد وليداتنا توجهوا بوحدهم، يعني عانوا معاناه شديده من 3 الصباح حتى 9 الليل عاد باش دخلوا، ودخلوا بواحد المعاناه كبيره اللي يعني دخلوا سلوفاكيا، يعني وليداتنا بقوا منهم لله سبحانه وتعالى. حنا اللي بقى فينا الحال علاش دول اخرى كالهند يعني اللي ما كتقارنش مع المغرب يلقاو وليداتها موجد لهم كيران وولادنا حنا لا، علاش؟ هذا هو اللي بقى فينا. يعني داكشي بحال الافلام، يعني داكشي خطير بزاف، يعني مهما الانسان يتخيل ويتصور ما غاديش يتصور داكشي كيف ما هو بصح. في الاول كانت فاش بدات الحرب ما قدروش يتحركوا لانه ما عرفوش فين غادي يمشيو، واش غادي يستقبلوهم البدل الاخرين بلا فيزا ولا ما غيستقبلوهمش. دونك بقاو كيتسناو حتى يشوفوا الوليدات اللي غيسبقوهم شنو غادي يوقع لهم. من بعد بدا القصف جهد بزاف وما كانش يمكن لهم حتى انهم يتديبلاصاو من الملجأ ديالهم. تما كيبقاو ناعسين، اللي عنده شي حاجه ديال الماكله راه قاضي بها، اللي ما عنده شيء راه تما صابر وصافي. انه اول حاجه بعدا الناس اللي حاصلين بعدا في الحدود يصوفيوهم يخرجوهم من تما، ما يخليهمش مساكن كيعانيو. والناس اللي ما لقاوش فاش يديبلاصاو من الفيف للحدود يعاونوهم يلقاو يكونوا دي نيميرو ديال التليفون اللي عيطوا لهم يجاوبوهم باش يقدروا انهم يديبلاصاو للحدود اللي ميسرين، ماشي يوصل للحدود ويبقى 3 ايام 4 ايام جالس كيتسنى في البرد والجوع.
والناس اللي حاصلين مساكن في المدن لا ديال خاركوف سيختو ولا ديال كييف يشوف كيفاش يديروا معاهم باش انهم يقدروا يخرجوا من ديك المعاناه هذيك. فريمون قلبك كله كيبقى معلق، غير شنو دار التليفون ما كيحيدش من يدك. مره زعما كان نهار انا بعدا كنت كنهار صافي كان كتشدي واحد البكاء هستيري ما وكتخاف من اي حاجه تقدر توقع، اي حاجه كتبقى طيح على بالك تقدر توقع.